الحقيقة كثير من العلماء أو لابسين معممين يعني أو يسموهم علماء، هم في الحقيقة لم يقوموا ببحث هذه الأمور ولم يدرسوها ولم يتوقفوا عندها، إنما قلدوها، قلدوا السابقين من العهد الصفوي، من العهد البويهي اللي في القرن الرابع سيطر ونشر هذه الإشاعات. فهم يقلدوا التاريخ، هم لا نستطيع أن نقول هؤلاء علماء عندما لم يدرسوا بعلم ولم يقولوا بعلم ولم يتبنوا بعلم هذه القصص والحكايات. لو بحثوها ودرسوها، وأحنا نسألهم أن هذا الإجماع والتواتر والكذا الأشياء المؤكدة من أين أتت؟ فماذا يكون الجواب؟ متى أصبحت؟ متى صارت هذه القصص متواترة ومجمع عليها؟ عندما نعود للتاريخ، نعود للكتب القديمة، نعود الكافي اللي هو أهم كتاب عند الشيعة، ولا نجد أثرا لهذه الحكاية والقصة. رغم أنه ذكر كثير من القصص اللي غير معقولة وغير مقبولة، ولكنه لم يذكر هذه القصة، وروى عن كتاب سليمان بن قيس الهلالي الكافي، روى روايات، عدد من الروايات عن كتاب سليم، ولكن لم يذكر هذه القصة التي أضيفت في نظري إلى كتاب سليم فيما بعد، لأن الكافي اطلع على الكتاب ولم يذكر القصة، إما أنه كان يضعف هذه القصص وإما أنه ما كانت موجودة في هذا الكتاب، وإنما هذا كتاب مفتوح. هذا كتاب سليمان بن قيس الهلالي كتاب مفتوح ومضحك في الحقيقة، لأنه مثلا عندما نرجع إلى كتاب بحار الأنوار للمجلسي عند يذكر كتاب، يعني يذكر روايات كتاب سليمان بن قيس، ثم يقول الروايات التي نسبت إلى كتاب سليمان بن قيس الهلالي ولم توجد في كتابه، فصل كامل في كتاب بحار الأنوار اسم الروايات التي نسبت إلى سليمان وهي غير موجودة، مما يدل على أن هذا الكتاب كان مفتوح، كشكول مفتوح، كل واحد يجي يكتب بما يشاء. هل عندك دليل؟ هل عندك دليل أن عمر كسر ضلع فاطمة من الجعفر الصادق عندما أسس مذهبي؟ مذهب جعفر الصادق الاثنى عشري مذهب فقهي، أنا تزوجت وأنا أدين له وأنا سائر على مذهب جعفر الصادق، وليس مذهبكم الحالي مذهب الكفر والتكفير. أنا أسأل آية الله، إذا أنت تقول أن أنت شيعي وأنا ليس شيعي، دليلك يا آية الله القزويني حفظك الله ورعاه هو أنك تؤمن بالإمامة، وأنا لنفترض أؤمن بالإمامة، إذن هسه صرت أنا ثلث شيعي وأنت ثلث شيعي، الثلث الآخر أنك تؤمن بأن فدك غصبت من فاطمة، ودعنا أقول لك ممكن أن أتفق وياك حفاظا على وحدة المسلمين وحفاظا على اتباعي لك كآية الله، إذن ثلثين عندي وثلثين عندك، بقى الثلث الآخر اللي هو موضوع النقاش حاليا، هل أستغفر الله هذا المجرم عمر بن الخطاب وعثمان بن وبكر ضربوا فاطمة الزهراء؟ هنا الاختلاف بيني وبينك، لو أنت شيعي صحيح لو أنا شيعي صحيح، أنا لا يمكن أن أقتنع بهذه العملية إنه هؤلاء ضربوا فاطمة وكسروا ضلعها وحرقوا بابها وهي أساسا ما عدا باب، ليس لها باب، والمسمار خلش دخل في ضلعها وهي ليس لها مسمار، كيف تريدني أن أصدق هنا؟ إذا أنت شيعي وتؤمن بهذه أنا بريء من شيعيتك، أنا شيعي ولكن لا أؤمن أن أسب عمر وأتهمه بالجرم هو وأبو بكر، لأن هما يمثلون قمة الإسلام، رموز الإسلام، علي وعثمان وعمر وأبو بكر وآل البيت، كلنا شيعة وكلنا سنة في نفس الوقت، لكن أرقى شيء تقوله اذكر لي آية بالقرآن تقول إنكم أنا خلقتكم سنة وشيعة، ماكو آية بالقرآن يا أخي، يا أخي ارجع، نحن مسلمون، ارجعوا إلى العهد الأول قولوا نحن مسلمون، احنا ما نتعصب بالدفاع عن احد، انما نقول هذه الاسطورة عندما احنا نؤمن بها ونروجها وننشرها ما نجني منها اي فائدة سوى زرع الحقد على الاخرين والعداوة والبغضاء اللي سوف يرتد علينا، سوف يرتد على من يؤمن بهذه القصة او على عموم الشيعة او على عموم المسلمين باثارة التفرقة باثارة العداء والبغضاء، وبالتالي قد يدفع البعض للانفعال او السب واللعن والشتم، يعني باعتقاد انه هذا حدث في التاريخ وهذا يستدعي مواقف سلبيه
ضد هؤلاء وبتأتي تتأجج الفتنة. فلكي ننزع الفتنة لابد أن ننزع هذه الألغام الأسطورية من التاريخ.